صباح الخير أعزائي المشاهدين في أولى برنامج في أولى حلقات برنامج أحوال مصر. برنامج أحوال مصر النهاردة بيتكلم على كل أحوال المجتمع وكل مشاكل المجتمع، والنهاردة معانا مشكلة بتواجه كل إنسان في المجتمع، يعني ظاهرة كبيرة جدا موجودة ومنتشرة، فإحنا بنحاول نشوف لكل مشكلة علاج. والنهاردة معانا مشكلة كبيرة جدا، شريحة كبيرة جدا متزوجة عرفي بس لأسباب، ممكن يكون لأسباب المعاش، لأسباب الأولاد، لأسباب كتير جدا. بس الجواز العرفي فيه مشاكل بتتسبب بعد الزواج، يعني شخص بيسيب مراته وبعد كده ينكر الزواج، يعني حاجات كتير أو مشاكل كتير أو بتحصل. والنهاردة معانا ضيفنا المستشار عبد الكفراوي هيحدثنا عن مشاكل الزواج العرفي، واحنا عندنا انواع للزواج مش الزواج العرفي بس. فان شاء الله هنطلع مع فاصل ونرجع مع المستشار عبد الكفراوي. ورجعنا من الفاصل ومعانا المستشار عبد الكفراوي. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. اهلا وسهلا، ازيك؟ بعد اذن حضرتك احنا بنتكلم النهارده عن مشكله موجوده في المجتمع وهي الزواج العرفي. بس للزواج انواع، يعني ايه الفرق بين الزواج الشرعي والزواج العرفي والزواج المدني ببساطه عشان الجمهور يقدر يعني يستوعب الموضوع ونقدر نحل المشكله اللي هي موجوده دلوقتي، المشاكل القائمه على الزواج العرفي. يبقى هنا لازم ترجع الشيء لاصله. تمام. بمعنى انك انت تعرفي الاول ايه هو الزواج الشرعي من مفهوم المجتمع، وتعرفي ايه هو الجواز العرفي. الجواز العرفي هو جواز شرعي، بس جواز شرعي هو اركانه صحيحه وافتقد احد شروطه، اللي هو شرط مثلا، وبعدين شرط العلنيه، ده لو انت بتنظري لها كمشكله. بس الزواج العرفي في حد ذاته ما هوش مشكله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزواج العرفي هو الزواج اللي كان قائم منذ زمن لغاية ما وصلنا إلى مرحلة التوثيق. مرحلة التوثيق هنا اللي هي المأذون الشرعي أو كتبة العدل زمان أو ما شابه ذلك. نيجي بقى لكلمة الزواج العرفي. إيه هو الزواج العرفي؟ الزواج العرفي هو زواج تعارف عليه الناس من خلال شريعتهم، اللي هي إيه؟ يعني مثلا منطقة معينة بدوية مثلا ما كانش دخل فيها الموضوع التوثيق، فحصل موضوع كان بيحصل فيهم الزواج العادي قريب للزواج العرفي. احنا بقى دخل علينا بقى مشكله، اللي هي مشكله ايه بقى؟ مشكله اللفظ العرفي. فالناس بتنظر الى الزواج العرفي كونه ان هو زواج نقول عليه مجرم، نقول عليه بيسبب انتكاسه في المجتمع نسب. فالزواج العرفي هو زواج صحيح، صحيح الأركان، افتقد أحد شروطه، اللي هو شرط إيه؟ اللي هو شرط العلنية. لأن الزواج العرفي مش اللي الناس واخدة بالها منه. تمام. الزواج العرفي اللي الناس بتتكلم عليه ولد وبنت بيتعرفوا على بعض في الجامعة. تمام. في المدرسة بيروحوا ما أعرفش إيه في مكان معين، يكتبوا ورقتين مع بعض من غير مأذون ومن غير محامي ومن غير أي حاجة. تمام. برضه معلش أنا عايزك تبعدي بقى المأذون والمحامي دلوقتي. تمام. خالص تماما. خلينا بس في النقطة المهمة اللي هي المشكلة الاجتماعية وإيه الآثار المترتبة عليها، وبعد كده إيه طريقة الحل. طيب. نيجي نتكلم دلوقتي بالنسبة للمحامي. المحامي مش موثق، برضو معلومة يعني، المحامي بيكتب عقد اسمه عقد مدني، بعد كده عاوز تروح توثقوه في الشهر العقاري، عاوزين تروح توثقوه في المحكمة، انتوا حرين. لكن في النهاية هل العقد ده كان صحيح الأركان ولا مش صحيح الأركان؟ يعني البنت اللي هي البنت الصغيرة اللي احنا بنسميها في مجتمعاتنا بنت البنوت. طبعًا. البنت ديت ما ينفعش تتجوز الا بولي. اكيد الولي طبعًا. اللي هو مين؟ ابوها، اخوها، عمها، المهم ان هو هذا الولي. الحاجه الثانيه لازم يكون في شهود لهذا العقد. الحاجه الثالثه والاهم لازم يكون في اشهار. هذا الاشهار ده بيكون قائم عليه المنطقه اللي هم قاعدين فيها، عارف ان في زوج ومراته. الاشهار عندنا كان النبي صلى الله عليه وسلم الاشهار كان بيدف وفي المساجد في وقتها. طيب نيجي بقى النقطة مهمة دلوقتي، هل اللي موجود دلوقتي على السطح في المجتمع اللي احنا بنعاني منه هو زواج عرفي؟ هو زواج مدني؟ هو زواج شرعي؟ هي دي النقطة. يعني ايه الفرق بين الزواج، يعني دلوقتي الزواج العرفي هو الزواج المدني؟
برضو عاوزين برضو كلمة عرف دي نشيلها، لأن اللفظ بيرجع على حاجات صحيحة فإحنا بنرجع عليها بالخطأ. يعني اللفظ لما نقول عرف يبقى كل العرف غلط، ماشي. العرف النهارده يعني مثلا واحد بيتجوز بنته وفي استحالة، في حالة فيضان، في حالة ما اعرفش، في حالة قطع نجع او منطقة نائية، ماشي، وما فيش مأذون، فبيجوزها، بيجي كاتب او بيجي بيتكلم زوجة دي بنتك، جوزتها لك، البنت اتجوزت، زي اللي بيحصل حاليا في جواز الاسر. يعني جواز الاسر بيجوزوا البنت عرفي لحد ما تبلغ سن الرشد. هو زواج صحيح، تمام. زواج القصر ده بالرغم ان هو جرموه الا ان هو زواج صحيح، ماشي. السن بقى، رفعوا السن، قللوا السن، ده شيء ما يخصناش، بس احنا بنتكلم في نقطه تهمنا، هل هو زواج صحيح ولا مش زواج صحيح. افتقد احد ايه شروطه، اللي هو شرط الاشهار. الاشهار هنا بيكون فين يا استاذ رشا؟ الاشهار هنا اللي احنا بنسميه الاشهار دلوقتي اللي هو التوثيق، مش الاشهار بقى اللي هو الحفله والكلام ده كله. الاشعار اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان هو نوثقه، اللي هو التوثيق في المحكمه. اتفضل. تمام. طب حضرتك لو حصل انتهاكات في الجواز العرفي، يعني انتهاكات في الجواز، يعني لو حصل النهارده واحد اتجوز واحده، ايوه، وسابها ومشي، وقال لها في التليفون انت مش مراتي، اوكي، وبعد كده فتره الست دي خلاص هي عرفت انها مش مراته وراحت اتجوزت وخلفت، بيرجع الراجل ده عليها وبيتزها ماديا او عاطفيا، هي في الحاله دي تعمل ايه؟ بص يا ستي، عشان برضو يبقى في كلام برضو يبقى داخل في مضمون حتة ان انا. الو، احد معك؟ الو الو الو، صباح الخير. صباح النور. ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضل يا استاذ محمود. حضرتك انا بس، انتوا بتكلموا في موضوع الزواج العرفي وكده، انا عايز اسال سؤال. اتفضل. الزواج العرفي هل المحاكم معترفة بان هو زواج؟ وفي حالة الطلاق بتعترف به المحاكم ولا الكلام ده مش مظبوط؟ يعني في حالة ان مثلا نتج عن الزواج العرفي اولاد وحصل طلاق، هل المحاكم بتعترف به؟ شكرا. ماشي، يبقى ده هنكمل بس الإجابة وهنرد على الأخ محمود. نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والعتق. العتق احنا خلصنا منه خلاص، ما عادش العبوديه، ما عادش بنشتري العبيد والرقيق ولا الكلام ده كله، او ما عادش في سوق النخاسه ده. يبقى بقى اصبح عندنا هنا مصطلحين موجودين اللي هو الزواج والطلاق. باللفظ لو قال لها في التليفون انت طالق، هي طالقه، عشان ده اللي حضرتك بتسالها عليه. نيجي بقى الاخ محمود. الاخ محمود قال لو في طلاق يبقى في طلاق، يبقى كان في جواز، ده اصل مترتب. طيب دلوقتي هل النهارده الزواج ده انت بتقولي قطع ورقه؟ ابو اخ محمود بيتكلم بيقول دلوقتي لو سابهم ومشوا، دي بقى الاثار المترتبه على عدم توثيق الزواج. الاثار المترتبه على عدم، دي مين اللي بينضر منها؟ بينضر منها اللي هي الاولاد، بعد مين اللي هو اولادهم. تمام. الحاجه الثانيه برضو ان لو رجع برضو الشيء لاصله، ده مش جواز عرفي، ده مش جواز عرفي اللي هو بيتكلم عليه الاستاذ محمود، ده مش جواز عرفي. ما دام زواج مثبت بورقه، واخد بال حضرتك، يبقى هنا مش زواج عرفي. ده اللي انا استطيع قدام المحاكم ان انا اروح قدام المحكمه واقول ان في ايه؟ ان كان في علاقه زوجيه ما بين الطرفين دولت. طيب لو في اولاد هنا ومفيش حضرتك، هو الورقه اختفت. ما الورقه اختفت دي بقى ناخد ندخل في الشق الجنائي، مالناش علاقه بقى هنا صله العلاقه الزوجيه ومع علاقه الزوجيه. النهارده قدامك الامور مختلفه، انك انت تروحي قدام المحكمة أو تروحي قدام النيابة أو تروحي قدام الشرطة وتحرري محضر إن أنا فلانتي الفلانية زوجة فلان وأنا معروف في المنطقة كذا وكان بيتردد عليا من وقت لآخر والكلام ده كله، وفي النهاية أنت بتسعى عشان تثبتي إن كان في علاقة زوجية قائمة. تمام. دي لازم تتحط في الاعتبار. كلمة تقطع الورق أو مش تقطع الورق، هي الورقة دي معيونة فين؟ يبقى أنت بتتكلمش عن الزواج العرفي. أنت بتتكلمي عن علاقة غير مشروعة ما بين طرفين. ماشي، يبقى العلاقه الغير مشروعه ده وما يترتب عليها اللي هو بدايه بقى انهيار المجتمع اللي احنا اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي النهارده. ودي مشكله بقى، مشكله الاسره، مشكله الاب والام، الموبايل اللي شغال. مش اب وام بس يا سياده المستشار، دي في ناس كبيره بتقع في نفس المشكله دي. ماشي، ده موضوع تاني. انت في بدايه الحلقه اتكلمتي علشان المعاش وعشان ما اعرفش الاولاد. طبعاً. اولا عشان المعاش ده تحايل، دي جريمه في حد ذاتها طبعا. وبعدين اللي تستحل مال، على فكره المال اموال المعاشات، الاموال المعاشات دي اموال ناس مشتركين فيها، اموال مشتركين، دي سرقه. ان انا اروح النهارده واخد حقي غير حقي عشان جوزي مرتب، انا طلع يعني
انت في ذمه راجل وهو مش في ذمه وهذا الرجل ملتزم شرعا انه يصرف عليكي والكلام ده كله. طيب انت راحه النهارده عاوزه تحتفظي بالراجل وعاوزه تحتفظي كمان بالمعاش الحسنيين بتاع الراجل اللي مات الله يرحمه، طب ما تسيب المعاش ممكن امه عايشه وهي تستحقه بالكامل يعني. فيعني او اولاده، الاولاد ما هو انت لو خرجت معاكي اولاد ومنه، ما الاولاد برضو الاولاد بيستحقوا المعاش، المعاش ما بيروحش عليكي. طب فين القانون يا سياده المستشار؟ قانون ايه؟ احنا النهارده واحده بتتجوز عرفي وبتخلف اولاد والاولاد بيتثبتوا في الاحوال المدنيه وفي الاخر ما فيش وثيقه زواج. ما احنا قلنا الاولاد مثبتين في الاحوال المدنيه ولا مش مثبتين؟ مثبتين. خلاص مفيش وثيقه زواج؟ مفيش وثيقه زواج رسميه. بيقول اب وام، امه ساره وابوه يوسف. ايوه حضرتك، وفي حالات كتير قابلتنا كده. جميل، يبقى احنا متفقين. تمام. يبقى هنا في الحته دي بالذات، في الحته دي بالذات تقول ايه؟ نقول ان الاثر المترتب على الزواج واخد حضرتك موجود حته الاولاد. تمام. الاولاد ما دام اتثبتوا في الزواج في 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 المثبتين، الدوله ثبتتهم، خلاص مفيش مشكله لابوه والامه، مش هتفرق معانا الحته دي. لكن ايه اللي ممكن المشاكل اللي تعود على الـ على على الشخصيه اللي مرتبطه برجل من غير عقد دي اللي انت بتتكلمي عنها؟ تمام. ان حقوقها الشرعيه ماشي لو طلقها، وطلقها باللفظ يعني. احنا برضو يعني هي المساله مش مساله حفظ واحنا قاعدين نحفظ كلام ونردده وخلاص، احنا بنتكلم على مشكله مجتمعيه. هذه المشكله المجتمعيه متعلقه بكون واحده ست قاعده وراجل، الاثنين دول ارتضوا ان هم يرتبطوا ببعض. تمام. ارتبطوا ببعض، عمل ورق عرفي مع بعض وعليها شهاده شهود وبتاع والكلام ده. الشرط هنا قائم ولا مش قائم؟ قائم. اللي هو ايه؟ شهاده الشهود. شهاده الشهود. ماشي، موجودين في العماره وعارفين ان الست دي مراته والراجل ده جوزها. خلاص بتخرج وبتاع يا سي ده اعلان لوحده. اه ما هو يا سي يوسف الست ساره مراتك قفلت النهارده الماتور علينا، ما اعرفش ايه، لا ما اعرفش ده مراتي يا اولاد 60 في 70. خلاص اصبحت هنا في الحاله ايه؟ مراته. خلاص الموضوع هنا في اشهار. تمام. ماشي. حته بقى ان هو حته الخفاء وبتاع والكلام ده، لا ده هو رايح جرسونير، ده موضوع تاني. تمام. يعني هو حته بقى الخفاء في حته معينه، لكن ده المدام بتاعتك، لا ده مش مراتي. طيب. ده بنت خالتي. في مشكله هنا سياده المستشار بتقابلنا برضو، احنا عايزين نوصل لها. النهارده الراجل خد الورقتين ومشي ورجعت هي اتجوزت وخلفت، بيرجع يتزها عاطفيا وماديا حفاظا على كرامة المرأة دي. عاطفيا؟ اه. يعني عاطفيا؟ يعني عاطفيا انها يا اما تكون معاه في الحرام. لا لا لا، يعني مش بيبتزها، بس ماشي عاطفيا، بتبتزها جنسيا. ما يعني لا يعني خلي حفاظا على خلي اللفظ يكون صحيح يا باشا. ما هو برضه حفاظا يعني عاطفيا، دي العاطفة دي بتكون ما بين الأشخاص بيحترموا بعض. طبعا. الأشخاص اللي بيحترموا بعض سواء كان راجل أو كان ست وبيتكلموا، الموضوع ده بيكون خارج الكلام خالص، محدش يتكلم فيه. لكن كون إن هو يبتزها جنسيا وهي على ذمة راجل، أولا ارتضت إنها تتجوز عرفي من البداية وهي أخطأت وتتحمل مسؤولية خطأها. ده لازم نحطها ونقراها، دي بقى المسؤولية اللي إحنا ممكن نتكلم عنها. طب حضرتك دي بتأدي في النهاية إن ممكن لو هي ست محترمة ومش ترضى الضغوط دي، فممكن تقتله، توصل لجنايه معاه. جميل قوي. لا جميل. المساله ابسط مما يكون. احنا دلوقتي بنعالج مشكله اكبر. يعني انت النهارده بتدور على القتل، ممكن تحط له ما اعرفش ايه، ممكن تجيب ناس. طبعا يعني ممكن تعمل اي مشكله. الكلام ده كله انا متفق معاك فيه، بس هي المشكله انت النهارده هتحل المشكله بمشكله اكبر. النهارده كانت متزوج الشخص اللي اتجوزته على انها بكري ولا سايب؟ سايب طبعا. خلاص يبقى كانت متجوزه قبل كده. يبقى لما تقول انا كنت متجوزها ابو عماد واخد حضرتك واتجوزت اشرف بعد منه، ايه المشكله ما دام عايزها؟ ما اصل هي الصراحه حضرتك عارف المجتمع بتاعنا كلمه الصراحه دي بتبقى بالنسبه لهم وقاحه. وبعدين النهارده لما نقتل، اما تقتل وتبقى تتصور بقى واخد قتلت فلان عاشقه، وانت عارفه الاعلام بتاعنا عامل ايه؟ انت اخد ايه؟ الو، معانا نرمين. ايه نرمين؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعتي كنت عاوزه اسال المستشار ده. تحت امرك يا استاذه نرمين، اتفضلي. يعني انا كنت متجوزه عرفي علشان انا كنت باخد معاش. ومعايا طفلين عاوزين ينثبتوا وابوهم مش عاوز يثبتهم. شكرا يا استاذ نرمين. شكرا يا استاذ نرمين. انت حضرتك هنا ترفعي دعوه اثبات نسب بالنسبه للطفلين،
واثبات النسب دي دلوقتي في طرق كتيره موجوده، ويمكن من خلالها اثبات نسب الطفلين دولت لابوهم. اما من كونك انك انت تزوجتي علشان خاطر المعاش، دي المشكله. انت لو كنت مخلفه من زوجك السابق، او ممكن ما كنتش اتجوزت اساسا، ممكن تكون بتاخد معاش ابوك، معاش والدتك. يعني معاش ابوك، ودي برضه دي مشكله. يعني هي دلوقتي حضرتك عندها مشكلتين. لا سيبك من المشكله بقى بتاعت الجواز والعرف، وخلينا بالنسبه اللي هي الاخطر، اللي هي اثبات النسب. تمام. اللي هي احد المشاكل المترتبه على الزواج اللي احنا بنقول عليه عرفي، اللي هو الزواج الشرعي. خد بالك احنا هنسيب بقى الموضوع العلاقه اللي هي اللي في السر دي، ومش هنتكلم عليها. هنتكلم دلوقتي على الزواج الشرعي اللي هو اختل احد شروطه، اللي مش موجودين، اللي هو مشكله الايه؟ اشهار هذا الزواج. تمام. نيجي نتكلم في النقطه دي، نقول بقى ايه؟ هي دلوقتي تلجا للمحكمه لاثبات نسب الطفلين دول. تمام. وهيتثبتوا يعني ما دام الراجل خلاص. طب نرجع لموضوعنا. الست دي ممكن تتطلق من الراجل اللي سابها ازاي؟ مين؟ الست اللي بنقول عليها اللي الراجل دلوقتي سابها ومشي. وهي اتجوزت واحد تاني. لو عايزه تثبت انها الراجل ده سابها ومشي وكان جوزها، تعمل ايه؟ هو هنا بقى الاثبات بكافه الطرق الاثبات. كان في ورقه، الورقه دي اتقطعت ولا اتسرقت خدها ومشي، اتقطعت، اتحرقت، ايا كان. ممكن تروح محضر، تعمل محضر في اسم الشرطه. تعمل محضر في اسم الشرطه؟ يا جماعه الناس بتستهين بالمحضر. بمحضر قسم الشرطه ده، بصرف النظر بقى التصرف النيابه حفظته ما حفظتوش، هي صنعت لنفسها مستند. طيب المستند ده سعادتك بينفعها في ايه بعد كده؟ بينفعها ان اثبات، تعمل محضر اثبات حاله. محضر اثبات زي بالظبط شقه، زي ما اعرفش الكلام ده، ما فيش حد كتير بيقوله يعني. تمام. بتروح تقول تقدم السيد المامور كذا كذا، انا فلانتي الفلانيه بتقدم ضد فلان الفلان، حاسس انه فلان الفلان زوجي، تزوجنا عرفيا بطريقه كذا، وحصل انه قام بسرق، ده هو اتسرق ورقي خاص بيها، اختار اسمها المنقول يلغيه، ما هو الورق ده بتاعها اللي لبست حقوقها. طب هنستاذن حضرتك، معانا الاستاذ نرمين رجعت لنا تاني، اتفضلي يا استاذ نرمين. لو سمحتي، طب انا لو رفعت دعوه نسب المعاش بتاعي يقف، لان انا باكل من المعاش ده. هي ما اتجوزتش تاني يا سياده المستشاره، اتجوزت تاني يا استاذه نرمين؟ لا ما اتجوزتش تاني، انا ما اتجوزتش تاني. لو انا رفعت دعوه هو طلعك، هو طلعك ولا لسه على لسه على ذمته يا ست الكل؟ لا هو طلعني، بس العقود معايا انا مش معاه. خلاص الموضوع منتهي، ده بالعقود معاك الموضوع خلصان، ارفع اثبات نسب عادي. طيب ما انا خايفه ارفع دعوه نسب، القاضي يسالني انت كنت بتاخدي بتعملي ليه كده؟ اقول له مثلا ده انا باخد معاك، القاضي يطلقني بالفلوس اللي فاتت. القاضي مش هيسالك انت بتعملي ليه كده، هو هيسالك حاجه واحده بس. الاولاد ده كان في علاقه زواج ما بينك وما بينه؟ هتقولي ماشي. بس يعني طب وهتقدمي سعادتك الورقه اللي حضرتك مع حضرتك دي؟ سيبك من موضوع المعاش دلوقتي، المعاش خلاص انت تستحق المعاش ماشي. لكن هي دلوقتي بالنسبه للطفلين دولت اثبات النسب بالنسبه لهم، اثبات النسب بالنسبه لهم سعادتك هتعملي ايه؟ هتروح، وبعدين انت ممكن تروحي مباشره تثبتي علاقه زوجيه بالورقه اللي معاكي. طب اثبتها فين حضرتك؟ في المحكمه، في ترفعي تروحي بقى لحضرتك لمحامي محترم كده من محامينا المحترمين، ويرفع لك دعوه اثبات زواج علاقه زوجيه، واثبات علاقه زوجيه هترتب عليهم اثبات الاولاد. شكرا يا استاذ النرمين، شكرا. فضل. نرجع لموضوعنا تاني يا سياده المستشار. اتفضل. تمام. الخطوات بقى اللي تاخدها الزوجه، اول حاجه هتعمل المحضر حفاظا على نفسها. ده المحضر ده بتصنع نفسها مستند. اوكي، هي عملت المحضر دلوقتي، ايه الاجراءات اللي بعد كده؟ مفيش عقد، المحضر هيتحول للنيابه. تمام. النيابه هتحقق فيه او ما تحققش فيه، النيابه حفظته بتاع من تظلم عادي كاجراءات، وبيتحقق فيه في وبيجيبوه. ماشي خلاص، انت الست دي قال يا اما ينكر هذه العلاقه، يا اما ان هو يعني الست بقى ما يعني ايه عايز تحافظ على نفسها فعلا، تبتدي بالمحضر ده يا فندم. زي موضوع التحرش يعني. بص الست اللي بتخاف ان نظره المجتمع مش نظره المجتمع، انت عملت عمل وترتب عليه اثار معينه، طيب استحملي بقى. انت داخله في حدوته، يعني يقال عليك قاتله، يقال عليك عاهره، يقال عليك ما اعرفش ايه. انت كنت متزوج؟ تمام. انا متزوج يا جماعه، وده وضعي كذا كذا، وانا رحت عملت المحضر بايدي، وانا اللي عملت كذا. زي بالظبط الست اللي متزوجه بعقد موثق، وبتروح قدام القاضي وتقول له انا
الراجل ده انا مش عايزاه، او الراجل ده بيعمل كذا، او انا عاوز اتطلق منه او اخلع. تاخد بالك هي كده. اتفضلي. تمام. يعني النهارده خلاص احنا الست هتاخد احتياطاتها وهتعرف بعد كده. اي ست في الدنيا متجوزه عرفي وجوزها سابها، اهم حاجه المحضر لاثبات حقك. الو، معانا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، ازيك يا ام احمد؟ اتفضلي. ممكن اكلم السيده المستشاره؟ اتفضلي، تحت امرك، معاك السيده المستشار. اتفضلي. طب يعني الست اللي يضربها جوزها وقدره وما بيصرفش عليها هي اولادها تعمل ايه؟ يا نهار ابيض. هنا القانون يا ست ام احمد اداك الحق انك انت تلجئي للمحكمه وتطلبي بالنفع. هي بتروح تشتكي وهم بيطلعوا مخبرين، يعني دول المخبرين اللي بيلفوا بيقولوا لا ما حصلش وما بيعملش كده، وممكن هم يرشيها تحريات حاجه وحقها يضيع. ماشي يا ام احمد، ماشي، تحت امرك. شكرا. بص بقى يا ست ام احمد، انت دلوقتي علاقه الزوجيه قائمه والراجل بيهين مراته وبيضربها. هنا برضو الست لما تتضرب، قسم الشرطه ده معمول علشان الست تروح تثبت حقها انها تعرضت للضرب، وبيبقى فيها اصابات ظاهره، وبتروح تعمل تقرير طبي والكلام ده. مين اللي عامل فيك كده؟ الزوج فلان الفلاني. تيجي بقى لتحريات المباحث. تحريات المباحث دي بتبقى في الحاجات التقيله يا ست ام احمد. لما نيجي نتكلم دلوقتي انت بتتكلمي، لا النفقه سياده المستشار دلوقتي فيها تحريات. ما انا عارف، بس كل ما بتكلم بناء على قرار المحكمه. تمام، مش ده موضوع. هي لسه ما لقيتش المحكمه لغايه دلوقتي، احنا لسه في الايه، في البدايه المحضر، وبعد كده المحضر بترفع ايه بقى طبعا دعوه بتثبت الضرر اللي وقع عليها. ولو هي استحالت، يا جماعه هي المساله بتتلخص في كلمتين اتقالوا، يا امساك بمعروف يا تسريح باحسان. والله يا ريت يا ست المستشار. طيب في النهاية يا ست المستشار، أنا عايزاك تقدم نصيحة، تقدم نصيحة ل يعني للست خاصة، يعني حاجة تحافظ بيها على كرامتها. كل حاجة تتعمل في مجتمعنا هنا لابد أنها تمشي في طريق مستقيم، ولا يصح إلا الصحيح. يعني إحنا هنتكلم عن الست اللي اتضحك عليها، ولا هنتكلم على إن الستات عموما، يعني ستات ورجاله. ستات ورجاله طبيعي. لا يصح الا الصحيح. ما دام احنا تمسكنا بقاعده جوهريه وهي الدين، سواء كنا مسيحيين او مسلمين، سواء تمسكنا بالعرف اللي هو المعروف عرفا كالمشروع شرعا، العرف السليم، سواء تمسكنا بالتقاليد المتوارثه المحترمه بتاعه، الكلام ده مش هيحصل الكلام ده. لكن احنا للاسف الشديد يعني اليومين دولت العمليه فيها لخبطه كتير، يعني وخصوصا بعد الدخيل اللي دخل علينا ده بتاع الجواز، لا مش الجواز، الموبايل واسرار. لا، وفي في الجواز الجديد يا ساتر المستشار، جواز التجربه. ده الاخ احمد مهران، ربنا يديله الصحه. انا مش عارفه يعني احنا لسه ما خلصناش من حاجه. الاخ احمد ده ليه قصص ده، يعني الاستاذ احمد مهران ده يا ريت يكون سامعني ونقول له لم الدور، واخد بالك. ايه جواز التجربه ده؟ صحيح يا ساتر المستشار، جواز التجربه جواز محدد المده، يعني جواز رسمي على يد المأذون. يا فندم جواز محدد المدة ما بين جواز رسمي ممكن يبقى، بس هو محدد المدة. لا، بس هو مش عاونه، مش عاوز يعمله عند المأذون. المأذون هو زواج أبد. الزواج يا جماعة شعيرة دينية من شعائر الدين، ولذلك لحظة بس دي مهمة جدا عشان نرميها ونسيبكم ونمشي. الجواز عندنا دينا شعيرة، لذلك اللي بيعمل الرجل قد يكون رجل دين هو اللي بي بي بيعمل بيوثق بيقوم بعمليه هذه الزواج. طب للاسف وقت حلقتنا خلص يا سياده المستشار، وانا بشكر حضرتك وبشكر الساده المشاهدين، وان شاء الله نلقاكم كل خميس الساعه 9:30 صباحا وبرنامج احوال مصر. شكرا.